وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. دكتور عمر، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، الله يعطيك العافية. يبدو لي اني غلطت في الوقت. ما يمكن أخذ راحتك دكتور، ما في مشكلة. طيب، عسل الطلاب متواجدين؟ ما شاء الله في 130 طالب طيب، انتظارك كله. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يعذروني، والله والله قصدي انه الساعة 4 و4 ونص وما الى ذلك ما بالكذا. مشكلة دكتور، ما مشكلة. طيب، وهو كذلك. إذا ناخذ رأي أولادنا وأحبابنا. جاهزين يا أولاد يا بنات؟ نبدأ بإذن تعالى. جاهزين إن شاء الله. طيب، أوكي، خلاص. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعدني أن أكون معكم لليوم الثالث والأخير، ونتمنى أن لا يكون آخر عهد بكم، ونسأل الله العلي العظيم لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يحفظكم من الكورونا يا جماعة. كورونا سيريس، أوكي؟ I just remind you, you need all the precaution, especially for you, for your parents, for everyone. خلاص نبدأ يا جماعة. طبعاً الموضوع هذا Communication Ethics and Evidence-Based Medicine. طبعا هذا موضوع نحبه في الاجزام، وخاصه للام ار سي بي والسينيور بيبل اللي رايحين للسعودي بورد العرب بورد. لكن حقيقه حتى ات ليفل اوف سينيور ريزيدنت، شاركت مره بالفيرشوال ميديكال اكاديمي بالزملاء بالكليه الافتراضيه، وكانت من أسوأ من أسوأ المحاضرات لي، لأني لما أحط تشالنج اللي أحتاج بعض الكانديديت يتعاون معي، وجدت الريسبونس زيرو، بيج زيرو، أوكي؟ لأنه ما في أحد يبي يدخل في الهوت سبوت وديسكس وات تو دو، أوكي؟ أني واي، يعني أنا بحاول أبسط الموضوع أز ماتش أز أي كان، يعني 3 مين أسبكت: كوميونيكيشن، إيثكس، إيفيدنس بيز ميديسن. خلاص؟ اتفقنا يا جماعة؟ طبعا افتقدت اليوم الدكتوره هتوم ريتي، لانها شكلها لا زالت نايمه، والموعد الساعه 4، لكن ان شاء الله اني اي كود رن ذا شو وذاوت هير اسيستنت. اوكي، طيب نبدا بموضوع الايفيدنس بيز ميديسن. دو يو ثينك ايفيدنس بيز ميديسن از امبورتنت؟ يس اور نو؟ خلاص ابشروا ابشروا. دو يو ثينك ذا اوكي، فيري جود. طيب، وات از ذا ديفينيشن اوف ذا ايفيدنس بيز ميديسن؟ خلوني بس اسحب الشات شوي، احيانا تسوي لي تضايقني شوي. اوكي، طيب تشوفون الان الايفيدنس هذا زين. خلاص، اذا يو نيد تو نو ذيس ايفيدنس. ترى دائما دائما في خاصه للام ار سي بي اكزام لازم تعرفون حاجه اسمها ايش، وش توقعون رسمه كذا. الواحد الكانديديت يجيب لي ورقه ويبدا يرسم في الورقه هذه، وش اللي يتوقعون في يكتب في الورقه القادمه، في الصوره القادمه؟ سمعتوا عن حاجة اسمها بيراميد؟ ها؟ بيراميد؟ اوكي، طب فيري جود فيري جود، خلاص ممتاز ممتاز. طبعا هو يعني سمبلي از تراينج تو يوز ذا بيست كلينيكال ايفيدنس ان تريتنج يور بيشنت. اوكي، لوك فور ليترتشرز. اوكي، وات از ذا بيست ايفيدنس افيلبل ان تريتنج يور بيشنت. اتفقنا؟ طيب، الان بعطيكم ريل سيناريو، ريل سيناريو. اوكي، اوكي، طيب وش رايكم فور ان ذس ابستراكت؟ اوكي، هذا ابستراكت جست ريسنتلي ببلشت، كنت زائر لوكم في الحبيب، وواحد من الريزيدنت شاف حاله هناك، واي سبورت هيم فور ببليكيشن. هذا كان في فبراير، و ان ابريل ذا كيس واز ببلشت. اوكي، طيب لما يقول لك what do you think about this article, can you criticize, is it good, is it bad, and why? يلا اكتبوا لي يا جماعة كذا، والله this is really good. What are the good thing, what's the good thing about this article, and what is the bad side of this article? بيكو، هذا بعدين، هذه بيكو بنرجع لها بعدين شوي. خلاص
الباد بيكتشر، ما ادري تقصد فيها البيكتشر ولا في حاجه اسمها بيكو. بنرجع للمعنى بيكو بعد شوي، باقي ناقص او. طيب يعني تتوقعون هذا مثلا ذا جود سايد، ذا جود سايد، ذا جود سايد نو ديفينيشن فور ذا كيس. ما انا بصفه عامه كيس ريبورت. انور هذا ممتاز يا انور، بدا يتكلم جيدا خلاص. انور، انور كيس ريبورت. اذا كيس ريبورت واحد من الايفيدنس اللي عاده دو يو ثينك ات از سترونج ولا ويك؟ طيب ممتاز. طبعا هذه 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 موجود الكونكلوجن وما الى ذلك، بس انا اعطيتك بالصوره. عاده انت في الـ في الـ في الليتريتشر انت تروح على التايتل والابستراكت. في الليتريتشر ويك، ممتازين ممتازين، فيري جود فيري جود فيري جود فيري جود. خلاص انا طبعا حتى لو كنت انا الاوثر زين بصفه عامه، يعني احنا لما تجي تسوي كريتيزيشن اوف ذا اوف ذا ليتريتشر يو هاف سيستم. اوكي، اذا ذيس از ا كيس ريبورت. كيس ريبورت وير از ذا رانك اوف كيس ريبورت فروم ذا ايفيدنس بيز ميديسين؟ ات از ان ذا لو. خلاص اذا اتفقنا ذيس از كيس ريبورت. النقطه الثانيه، طيب وش رايكم في الجورنال؟ طبعا الجورنال هذا ايجيبشن جورنال اوف هوسبيتال ميديسين. بالله يا جماعه انتوا از ميديكال ستودنت اي ريكومند ذيس جورنال فور يو، بس تقول لي فور كونسلتنت ليفل وواحد ينشد انه بروف، اقول لا روح لي جورنال احسن واقوى. اذا الجورنال اتسلف ميك ا بيج ديفرنس، في حاجه اسمها امباكت فاكتور. خلاص اذا الايجيبشن جورنال اوف هوسبيتال از نوت ون اوف ذا سترونج جورنال في البيدياتريك، اذا هذا تقدر تقول ويك جورنال. اتفقنا اتفقنا. اذا كيس ريبورت وببلش في ال ببلش. صوت واضح؟ صوت واضح. اذا ببلش في ويك جورنال. اوكي طيب النقطة مثلا الجود سايد. اوكي والله this case report talking about bronchiolitis which is common in pediatric. It is just recently published 2 months ago. طبعا الهاف لايف عدد 5 years. النقطة الثالثة it is our local data in Saudi Arabia. Further it is in here in Riyadh where we are practicing the medicine. اتفقنا يا جماعة؟ إذن this is just an introduction. Just give you an introduction. طيب خلونا نروح الآن للي بعده يا جماعة. أوكي. طيب وش رأيكم؟ معلش الصورة ما هي واضحة والأبستراكت حتى ما هو واضح، بس أنت لما تشوف كذا حتى بصفة عامة زين، عادة شوف التايتل، التايتل والجورنال والأوثر والير أوف بابليكيشن والأبستراكت. This is enough to judge. This is often enough to judge about the article. طيب وش رايكم؟ What do you think about this article? Management of complicated pneumonia in children. If it is beyond guideline. Shamrani just recently published. ترى published الأسبوع الماضي. Okay. خلاص. Okay. يعني اتوقع انه حتى جود از ذيس از ان اكسلنت اكسلنت، ما على اساس الشمراني لكن سي اتس ببلشد وير امريكان جورنال اوف بيدياتريك، ببلشد وير امريكان جورنال اوف بيدياتريك، ون اوف ذا سترونجست، ون اوف ذا سترونجست جورنال ان بيدياتريك بصفه عامه. خلاص اذا هذا ريفيو ارتكل جايد لاين، ريفيو ارتكل. بعدين بعد شويه الان بنشوف الان وير از the systemic review ولا meta analysis. So يعني this is just give you an introduction. You know this type of article is different from the one that I show you before. صح ولا لا؟ Is it different? Yes. خلاص. طيب الآن رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. This is also لازم تعرفون هذا. أي واحد يروح للبيدياتريك يجب أن يعرف إنه يقرأ سيبرو. Sebro, this is our publication guideline for bronchiolitis. It is published 2 years ago. Published 2 years ago. Published in the Annals of Thoracic Medicine. ولو تلاحظون group of authors. إذن what do you think about this article? Is it good ولا bad?
Great, very good, very good. خلاص إذا إحنا عارفين. طيب ليش ترى هذا يا جماعة this is guideline لو تلاحظون. النقطة الثانية the strongest journal في السعودية في المملكة العربية السعودية is the Annals of Thoracic Medicine. لكن Annals of Thoracic Medicine ما تقارن بال من الإمباكت فاكتور بالأمريكان Journal of Pediatrics. اتفقنا؟ إذا في حاجة اسمها impact factor مهمة جدا اللي هي زي الأندية برشلونة يختلف عن نادي الهلال زين؟ طبعا بالأفضلية لميسي ورفاقه وهلما جرى خلاص؟ إذا just an introduction the evidence based medicine is really important. You should have this pyramid in your mind all the time, especially when you are going to exam. You need to write this pyramid one straightforward. Can I have paper? Yes. ابدأ لي هذا الديagram هذا. حط لي البيراميد داون اللي هو expert opinion والexperimental animals أو ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك كيس ريبورت طبعا في اللوست ان ماي اوبينيون حتى لو يقول لك الشمراني بعد 15 سنه ولا 20 سنه او 25 سنه في البيدياتريك ان ماي اوبينيون لا زالت فيري ويك عاده ليفل دي يعني فيري ويك ان ماي اوبينيون لو يجيك واحد يقول ان ماي اوبينيون ثرو ماي اكسبيرينس هذا ويك ايفيدنس بعض للاسف بعض الزملاء الاكسبيرينس حقته جاست ا ريبيتد ميستيك فنتولي برونكيلايتس يطق فنتولين وستيرويد والإفيدنس بيز إز ريلي ويك خلاص إن ماي أي فيل أو طيب أوكي إذا يا جماعة I need to remind you about this pyramid أوكي the lowest experimental هذه أو in my opinion بعدين case report بعدين أعلى منها شوي case series ثم case control ثم cohort study ثم randomized control trial ثم systemic analysis meta analysis Cochrane وهكذا خلاص يا جماعة والجايد لاين هناك طبعا بالتوب أوكي سو اتفقنا يا جماعة إنه لما تجي كيس ريبورت ويك طيب راندمايز كنترول ترايال سترونج بس عاد شوف لي سامبل سايز جيب لي أزمة يا طويل العمر مثلا أزمة ولا برونكيلايتس والسامبل سايز 20 30 this is very weak اوكي ولا this is major negative واضح يا جماعه ليش لانه الازمه is common ربع البلد عنده ازمه البرونكيلايتس قلنا the leading cause of admission تحتاج good sample وفي ترى في equation يا جماعه والله انا اتمنى اكون عندي في سمبل بس موجوده على انا برسل بعيدكم بارسال how to calculate the sample size للدكتوره ولا ها ولا زين او يرسل لي الدكتور عمر وارسل له ال هاو تو كالكوليت ذا سامبل سايز عاده السامبل سايز في المملكه زين يعني وات ايفر عاده اذا كان السكان في المليونز زين خلاص في حاجه اسمها كونفيدنس انترفل وفيها مارجن اوف ايرور اغلب الحالات اذا كان الكونفيدنس انترفل عاده 95 والماينور والايرور مارجن اوف ايرور في احيانا 1% 2% 3% 4% ماكسيمم 5% وي اكسبت اوكي لما تحط 1% يطلع لك لازم تجي لك حوالي 3000 4000 بس لو تحط 5% 5% المارجن اوف ايرور يطلع غالبا كل الاستدي غالبا اغلبها بتكون 385 385 اف يو جيت ناو 385 sample for any common disease it will be enough okay وممكن ارسل لكم كما وعدتكم اللي هو how to calculate the sample size it's يعني well known تحط number of population confidence interval المطلوبه المارجن ايرور المطلوبه يطلع لك السامبل المطلوبه خلاص واضح يا جماعه is it clear I promise you to send the sample how to calculate the sample size الى الدكتوره ولا خلاص طيب في حاجه الان ايفيدنس طبعا كل واحده منها ايفيدنس درجه اي بي سي ولكن بصفه عامه عاده ايفيدنس اي لما يقول لك ايفيدنس اي ذيس از سترونج ايفيدنس بي از اجين سترونج سي دي
هذه تكون ويك. طبعا هذه اشياء بعدين للادفانس بيبل يحتاجون يقرؤون عنها زين خلاص. طيب هذه this is a real. انا اعطيكم الان تشالنج، انا اعطيتكم انترودكشن، كل اللي صار هذا يعتبر انترودكشن اوكي. طيب احتاجكم الان سووا لي كريتيسايز ذس ارتكل خلاص. وانا قلت لكم انه من الابستراكت از اناف، الابستراكت از اناف تو جادج اباوت ذا ارتكل از ات جود ولا از باد اوكي. طيب وش رايكم هذا الاوبجكتيف انه تو تشيك ديكساميثازون added to salbutamol, is it decreasing readiness for discharge with patient with bronchiolitis okay. طيب اذا الاستدي على الديكساميثازون هل تساعد على اخراج المرضى في البرونكيولايتس and possible asthma. طيب وش الميثود اعطوهم الان ديكساميثازون 1 ملي جرام وبعدين 0.6 لمده 4 ايام مقارنة ببلاسيبو for patient with acute bronchiolitis with history of eczema and family okay. طيب all the patients received inhaled okay. طيب time of readiness was the primary outcome. إذن the primary outcome is to assess when they are ready for discharge okay. طيب result 200 200 previously healthy infant diagnosed. في confidence interval 27 الساعة 18 وفي حاجة الآن اسمها P.015 أوكي. طيب الكونكلوجن طبعا no side effect. Dexamethasone was with salbutamol shortness okay. طيب خلاص إذا أنا I got the طيب إذا الكونكلوجن Dexamethasone is shortening the time for readiness of for outcome. طيب طيب الآن بنروح على الأسئلة. أوكي. What is the study design؟ إيش رأيكم في الستدي ديزاين؟ ممتاز يا عبد الله ها؟ عبد الله سامر. أوكي. Randomized control trial. خلاص. Very good. اتفقنا؟ طيب السؤال الثاني what is the research questions. ما واحد منكم ارسل في البدايه بيكو مثلا هو كان يقصد فيها بيكتشر ولا بيكو. طيب وش معنات بيكو يا جماعه؟ اذا بالله اسمعوا شوفوا الان البوبوليشن يعني if you want to criticize the article اللي هو البوبوليشن اللي هو patient with bronchiolitis with at risk of asthma. What is the intervention؟ Dexamethasone أعطي 1 ملغرام و 0.6 لمدة 4 أيام. What is the control? Placebo for this patient. What is the outcome? Is readiness for this child. Easy. Easy يا جماعة. طيب. What is the evidence? إذن هذا randomized control trial يا جماعة. Randomized control trial at least تقول strong. Is it strong or weak? Is it case report? Yes, very good, very good. This is strong. لو تقول الآن ليش 1B 1A؟ وش اللي فرق بين 1B 1A يا جماعة؟ خلاص؟ طبعا احنا نتكلم على برونكيولايتس وأزمة. ولكن المين نيجاتيف انه السامبل سايز is low for very common كم قلنا عدد البوبوليشن هنا تقريبا؟ كم 200 اوكي 200 طبعا 200 لا زال يا جماعه تذكروني قلت لكم عادة 300 وشوي خلاص. اذا 1B the evidence is strong but small sample اوكي. طيب هذا الان اللي هي الاجابه 10 من 10 لما تقول لي خلاص يعني this is
strong level A randomized control trial, اتوقع انه that's fine. تقول لي strong evidence يعني at least you are on the safe side. واضح 384 تقريبا يا دكتور، 384 و85 ما اذكر المحاسب، اتوقع انه very good يا عبد الله. خلاص اذا اتفقنا انه this type of study is really strong. طيب الان سؤال، is the p value is significant ولا not significant and why, what does it mean يعني significant p value. p value تذكرون يا جماعه للمريض هذا، تذكرون ال p value، شوف ال p value 0.015. yes 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 عاده less than 5%. خلاص شوفوا يا جماعه، if it is less than 0.05 is significant. وش معناته significant؟ انه the redness is for discharge not by chance in due to the medication. The redness is for discharge is not by chance. خلاص طيب what does this mean that the probability to get this result is not by chance. okay خلاص واضح يا جماعة. Is it now clear how to criticize an article؟ واضح. Shall I stop here for the first part؟ واضح. أعطيناكم الآن كذا good introduction about the evidence-based medicine. اتفقنا يا جماعة. What do you mean B؟ Okay. B اللي هو B value. خلاص B value. Okay. في حاجة اسمها B value. طيب ممتاز. طيب عادة بعدين later إذا عندك أي سؤال في ال عندك سؤال يعني create questions try to look for the جمع لي ال evidence appraise ولا criticize this evidence apply it assess وهلم جرة. خلاص this is how to improve the medicine. طيب الآن I will stop the we will move to the second part. We will move to the second part. واعذروني ترى بعض السلايدات من زمان ما شفتها والله يا جماعة، لأنه I was expecting to have 2 hours to revise my slide. Okay. طيب. While you are doing your postnatal round, you suspect a baby with Down syndrome for a mother who's 37 years of age and she had history of 10 years infertility. What's your approach to deliver this message? Do you think this is a good message ولا bad message؟ يا سلام يا محمد سليمان ال whatever. خلاص very good very good very good. طيب طبعا this is bad news bad news bad news. زين مثلا bad news والله اعذروني ترى اني احب الكوره، ميسي لن يحصل على الدوري الاسباني هذا الموسم. اوكي خلاص اذا this is bad news. Okay. طيب while we are doing, do you think now a mother who is 10 year marriage with infertility, getting an old, awaiting baby, then she had a Down syndrome? Okay. طيب what shall you do? What you will do? طيب spikes. هذه spikes اللي هو الشعر حق الشعر هذا، ولا لأن واحد من الأولاد عندي قال أبغى أروح أسوي لي spikes. طيب ولا سبايكي هير. طيب الان وش رايكم what you will do؟ اوكي كأن على رؤوسكم الطير. اوكي وش رايكم حطوا لي اي كلمه كذا، تروح تكلم الام في البوست نيت راوند، تروح لها الغرفه private setting يا سلام ايوه كذا follow protocol very good okay prepare setting يا سلام كذا خلاص ممتازين spikes approach very good very good so خلاص ممتاز انا بس ابي اعرف انكم تكونوا عارفين رؤوس اقلام كذا وبعدين we'll discuss. اذا what could be the bad news any medical threatening case such as malignancy. خلاص anything that you think the family will not be happy when you receive the message, this is bad news. Okay. شوفوا هذه زي ما قال لكم في حاجة sympathy وempathy وكل خلاص بنتكلم عليها. إذا الspikes هذه 6 point create setting up
assessing perception, obtaining imputation, giving knowledge, emotion, and conclusion or summary. خلاص. The SPIKES protocol is a good way for communication to deliver the bad news. Okay. طيب. إذا عشان تختصر الموضوع، تذكر إن إحنا بنتكلم مع الأم مع داون سيندروم. إذا first of all you need to introduce yourself. Okay, to the mother. والله أنا دكتور الفلاني بيدياتريشن. I need to discuss with you regarding your child. Okay. طيب. You need to prepare all the setting. Okay. واحد منكم قال private room. Okay. طيب نعم. Okay. I need. Is it good time to discuss? Choose right place. ما تروح تكلم لي في الكوريدور ولا عند ضيوف. زين. ولا تروح تتكلم كذا زين هب هزرد كذا والله عنده through my examination I examined and he has cardiac murmur. وانت ما باقي سويت لي ايكو وسويت لي كارديولوجيست ولا كارديولوجيست معك. اوكي. ولا احيانا جينيتست with you ولا مثلا داون سيندروم وعنده whatever intestinal atresia ولا بايلوريك. اوكي. وما عندك ايفيدنس. Then all, if your child has medical problems, you need to involve all the potential people. أحيانا ممكن social services. خلاص اتفقنا. والله ممكن الأب هندي يعني ما عندك لغة تتكلم معي. إذا تحتاج translator. Okay. طيب في نفس الوقت لما when you prepare that خلاص إذا خلاص وافقت. So you need to prepare the room. جيب لي الغرفة. طيب جيب لي الغرفة جيب لي ورد ولا فاين؟ أيهما أهم؟ الفاين ولا الورد؟ الفاين. ليش؟ لأن الأم متوقع أنها تبكي بعد شوي. تشو اللي هو تشو. Very good. Very good. خلاص. She might cry. طيب نقطة ثانية. أنت أنكول يا طويل العمر. خلاص. ولا عندك جوالك والأحد اللي الزملاء يتابع لك الأسهم حقتك وبعد شوية بيتصل عليك ولا وتي فترى والله ما عندي أسهم وني ما لي بالأمور هذه. So my message, you need to give full time protection for your patient. So no mobile disturbance. ما تطالع لي في الواتساب وش أخبار البرشة ولا السيدة العجوز. Okay. So you need time full time protection. Okay. You need to prepare yourself all the potential. Okay. طيب خلاص إذا أنت prepared. طيب بعدين تكلم لهم are you ready to set. تبين زوجك معاكي تبين أحد الفاميلي تبعك وممكن حتى الولد يكون معكم في الغرفة. واضح. إحنا كلنا الآن إحنا نتكلم الآن في الخطوة رقم واحد setting. تكلمنا على setting. واضح يا جماعة. إذا أخذنا الولد هذا من المسج. من المسج I need privacy. I need all the potential people. I need to take permission from the mother. Invite any interested people from her side if they want to attend. Choose right time, right language. All the potential parties related to your case. والله تقول عنده malignancy وانت ما بقى سويت consultation للoncologist ولا hematologist. Clear. طيب لا this is معلش this is now the setup. خلاص الآن خليها تعرف ما في مشكلة. طبعا she expecting some bad news. Okay. وبعد الخطوة حتى bad news هذا it will go through circle. Okay. طيب الآن الخطوة الثانية determine what the patient knows about the medical condition. Okay. طبعا اول ما بتبدا كيف حالك السلام عليكم اهل مجره زين congratulations for your baby اعطيها الخبر الجميل هذا congratulations for your baby. Okay. How he's doing right now. ممكن اغلب المرضى يكون they are breathing normally they are feeding normally. كويس يا دكتور والله يرضع كويس و يتنفس كويس. اوكي. طيب what do you know so far. هاي خلاص يعني ابدا شويه كذا حاول انك تبني العلاقه معها زين.
بعدين listen carefully for her concern. والله الولد هذا مزرق، والله الولد هذا عنده انتفاخ في البطن، اوكي. طيب وبعدين assess level of understanding. والله احيانا بيجيك والله الوالد cardiologist وعارف ال ECG والإيكو احسن منك، ولا الوالد جينيتست، خلاص. So you need also to discuss at the level of the parent. Okay. والله they are very naive and they don't know any medicine. Choose the right language. خلاص. طيب assess emotion and anxiety. خلاص. شوف لي how the mother is anxious. We use the simple يسمونه simple language. Avoid jargon اللي هو medical terminology. Okay, she has cyanotic heart disease. Okay, بدل ما تقول cyanotic heart disease تقول bluish discoloration of the lip. Okay, واضح. Echo ما تدري إيش معنى echo. The ultrasonography for the heart. يعني غالبا يعني أشياء بسيطة. واضح يا جماعة. كروموسوم للصدي ولا would like to do gene study. خلاص. طيب يعني وهلما طيب next طيب الآن بعد ما تتكلم تبدأ تقول would you like to know more detail about your child. Okay. نفس الحكاية would you like to discuss the result today. يعني أعطيها خيارات إنها تشاركك معك. خلاص. In a good way, good language, clear and concise. Expecting the baby has syndrome. Okay. طيب ما في إشكالية طبعا. الآن إلى الآن so far the mother she would like, yes I would like to know everything about my child. Okay. So now you need to start telling her the bad message. Okay. Your child has certain feature that suggesting some syndrome, which is such and such. وتبدأ تتكلم. Okay. Use intelligent language زي ما اتفقنا. خليك factual and sympathetic. طيب وش معنى sympathetic؟ طيب if the mother we are suspecting down. طبعا بعض الزملاء يقول انت you are not lying so why to say I had some bad news. Okay, we through our examination we are suspecting certain gene problems which is could affect. وابدا اقول لها الاشياء الاساسيه. خلاص. طيب معلش بنرجع مره ثانيه للامباثي والسمباثي. اوكي. طيب اذا الان قول we are suspecting certain features which is such and such and such. Okay, which is some abnormality in the face, some tone problems, some IQ problems. Okay, so this is goes with the Down syndrome and this need blood test to confirm it, and the blood test will take several days. Okay. Oh, طيب الآن لما تقول والله IQ the mother automatically will start crying. Okay. والله what do you think, my child will not be able to go to school, my child is having heart problems, then she will start crying or stop. Okay. طيب الآن your response, what is your response now. Okay. طيب معلش اللي هو بعد شوي بنرجع لتشيك understanding later on maybe next slide or so. Okay. Show the empathy or sympathy. Empathy يعني try to feel the الحزن يعني the sadness as the mother. Okay. Stop while she is for example crying, you need to stop. ما في داعي تقول تكمل والله ايضا احتمال عنده يكون عنده مايكروكولون وعنده احتمال سبتال هايبرتروفي وهلما جرى. Stop يا اخي stop. Okay. Bring the tissue. لو كانت الطبيبة فيميل تقرب لها شوية وتطبطب على ظهرها. لو الأب رجال من عندك وحزين برضو اقرب من عنده زين. خلاص.
طيب لو الناس الاب من يعني غالبا الحمد لله احنا في دوله مسلمه تتكلم بالجانب الديني، والله خلاص زين يعني استغل ذلك. Very good خلاص. طيب الان بتسال الان shall I stop or shall I continue؟ Am I clear so far to you؟ طبعا الان خذ خيارات الام. اوكي هي بتقول لك والله I'm depressed I don't need to hear any more message stop the discussion خلاص. طيب when would you like to reschedule؟ Would you like somebody else؟ Would you like to give your hand out about this Down syndrome؟ طيب لو قالت yes I would like to continue. Yes. Okay. الآن تتكلم والله we are expecting congenital heart disease. The cardiologist in the way to do the ultrasonography and majority it will be there is half chance, have 50% there is no cardiac and through our examination there is no cardiac murmur and the patient sitting well. So inshallah hopefully that his heart will be fine. Just reassure you that your child will be able to walk, able to feed, and he will be not dependent on you all the time. تقدر تقدر في حاجة اسمها ساندويتش ميثود. مثلا الطلاب بصفة عامة ترى دائما أقول ساندويتش ميثود في الفيدباك. والله يا دكتور حضورك ممتاز وشكلك ممتاز وتشجع الأهلي وتكره الهلال. These are the good signs. Okay, the bad sign, your knowledge is very bad, your attitude to the nurses is bad, your note is nobody able to read it, okay, your communication to the senior is bad, okay, وبعدين ترجع تقول ان شاء الله انت لازلت medical student والمستقبل قدامك وهل مجرة. Okay, this is what the sandwich method. اذا اعطيه good start وبعطيه المين دش النيجاتيف وخاصة الاتيتود هذه اشكالية كبرى والنولج ثم بعد ذلك البوزيتيف ريوارد اجين حتى انه يطلع من عندك وهو يكون مبسوط شوي. اتفقنا يا جماعه؟ اذا اسس ذا تيك بيرميشن اسس. طيب واحد من الشباب قال امباثي وسمباثي. سمباثي فور اكزامبل يعني if the mother is crying too much يعني some of the physician especially those who have close contact to the families, okay, they might cry. Okay, they are feeling the same anger or sadness till they are crying the same, يعني درجة أعلى شوية من الـ empathy. Okay. طيب, emotion, اتفقنا على هذه, قلنا empathy و sympathy. قلنا الـ tissue والأشياء هذه. Okay. طيب at the end you need to close the interview with summary. Okay, so at the end I just remind you to summarize what I mentioned. We are suspecting your patient has down has is a common here in the kingdom prevalence whatever شوية into معلومات. Okay, we are waiting the gene study hopefully to get it soon within 4 days 5 days time. There is extra investigation and precaution. We'll do it like echocardiography, like homological check, whatever. Okay, simple. Okay, then. Okay. Is it clear to you? Did you understand what I mentioned to you? Am I clear so far? Okay, our plan. I will give you handout. I will give you certain website. I need to schedule a second meeting with you. Tomorrow, after tomorrow, a week, you can invite anybody if you want, okay? And give her thanks to for giving you a chance to talk to her. وفي النهاية أشكر ليا يا طول العمر هي والعائلة وانهي اللقاء. اتفقنا يا جماعة؟ Is it clear? Is it clear? كل هذا يتفق. يعني خلاص اذا سبايكس بروتوكول يا جماعه اتفقنا يا جماعه كذا summary close the interview ask if they want be positive find out decide the next t okay طيب هذا سؤال هذا قبل شويه بعد النيوز الان ممكن last part communication okay
في انت الان ريزيدنت في البيدياتريك وحظك انك كنت تسوي نيونيتولوجي راوند ولا روتيشن واوكي وطلب منك انك توميت مذر هو از 20 ييرز برايمي طالبه في الجامعه she is 36 weeker she is awaiting her first baby and you have project called breast is the best طيب what is the what do I mean by breast is the best ايش تتوقعون breast is the best feeding ممتازين خلاص اذا breast milk is the best breast milk is the best لانه للاسف الان اصبح الان كل الـ البنات على بوتل فورمولا اوكي سو ناو يور ابروتش تو سيت وذ ذا مذر وذ ذس يانج ليدي هو سسبكتد تو بي ا مذر شورتلي اوكي وات دو لايك تو دو قل لي الان وش بتسوي للام هذه باد نيوز ما عندها باد نيوز هذه ذس از جود نيوز شي از اويتنج بيبي Until advantage, very good. When to go? To go in the labor ward? To go when? في الشارع. Disadvantage of bottle. صحيح. طبعا هذه كلها احنا ندور حول الحمى. خلاص. Share approach. أنا ممكن share approach. غالبا أتوقع إنه هذا أنا ما سمعت فيه لكني okay, so this is my project. Okay, remember now we are in antenatal round. Very good, very good. خلاص. إذن هذا تحتاج طول العمر meeting. خلاص. Arrange meeting مع الأم. We explain the project. We have project called breast is the best. Which is advertisation for breastfeeding. So, if you, is it fine to sit with you about 10 minutes to discuss this issue? إذا وافقت كان بها ما وافقت is it when we can meet? لأنه ممكن يكون عندها امتحان تذكر قلت لكم medical student ممكن زوجها مزعجة على الجوال برا ينتظرها في ما عنده مواقف في العسكري خلاص إذا take permission. Good time. This take. هذه ترى بالمناسبة لي الإكزام. Okay. طيب إذا ال basic rule. You need to start advertisation of breast milk not after delivery, antenatally. Okay. Just to prepare the mother. And by the way, if the mother did not feed her baby in the first week, never she will able to feed. So the most important after delivery is put the child on the in the breast. Okay, this is the way how stimulate the mother to produce milk. Okay. طيب إذن بتتكلم زي ما تفضلتوا الآن بتتكلمون الآن على the advantage of breast milk وبعدين the disadvantage of bottle milk. واضح يا جماعة؟ طيب الادفانتج في نوعين من الادفانتج ادفانتج تو ذا بيبي وادفانتج تو ذا مذر خلاص يا جماعه ادفانتج تو ذا بيبي اند ادفانتج تو ذا مذر اوكي طيب خلاص خلاص اذا من الـ من الـ اذا عاده المين 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 بوينت تو ديسكس ذا ادفانتج الكولوستروم بالمناسبه الحليب اول اربع ايام تقريبا ولا اول خمس ايام تقريبا يكون حاجه كوليستروم، الكوليستروم هذا حليب خاص. في هاي بروتين في ايش؟ لو فات. خلاص وهذا مهم جدا فور ذا اميونيتي. واضح يا جماعه؟ It is different from the usual milk. وعند so it is so the breast milk has cholesterol. The cholesterol is very important for immunity especially IgA انور ممتاز. Very good. Certain material material needed elements for the baby.
high protein, low fat. So all these are important for the immunity in the first day, in the first week. طيب الآن بعد ذلك نقول والله من الأدفانتج حق البريست ميلك يا أخي it's available all the time, very cheap. خلاص واضح؟ واضح؟ استيرايل طبعا هي موجودة عندي هنا بس أنا حاول إني أوكي في أشياء كثيرة جدا زين يعني fewer cavities لما قلنا اللي هو dental caries later, better for IQ. مثلا الحليب, الحليب حاجة اسمه S26, S26 معناته أنا الحليب الوحيد اللي في السوق اللي عندي 26 أمينو أسيد تشبه حليب الأم. أوكي طيب ال certain immunity, أوكي especially lysosomes leukocyte, so important to for the immunity of the child. Those kids on breast milk, they have low risk for allergy, low risk for infection, low risk for name it, okay, for long term complication, especially obesity nowadays. Better for emotion, better for bonding, better for إذن هناك a lot of benefit from the breast milk for the baby. خلاص طبعا الملك شوي مكتوب عندي هنا more unsaturated compared to the unsaturated fatty acid compared to the bottle milk. طيب الآن the advantage to the mother, the most important اللي هو the contraction of the uterus. اوكي okay. ايضا secondary infertility period cessation okay important for losing weight for the mother anyway انا قلت لكم هذه بس اتوقع انه just انا giving you an introduction okay طيب ال disadvantage of breast milk of the bottle milk يا اخي it's not available all the time. There is more chance of otitis media, sterilization, infection, expensive. وهل مجرة؟ خلاص؟ طيب واضح يا جماعة؟ يعني أعتقد الآن إني at least the three main basic I covered يعني hopefully. لكن لو حبيتوا إنه to go for further scenario خلونا نشوف what is this case. طبعا هذه real cases معلش خلينا نشوف what is the next. هذه MRCB cases. طيب خلاص إذا هذا أنا بتكلم معكم هذا more easier this case. أوكي ثلاث سنوات child with asthma exacerbation جاي الإسعاف وعطوه فنتولين back to back وأكسجين وستيل ويزي he's still wheezy وعطيته IV steroid وما تحسن. السينيور consultant طلب منك magnesium sulfate. طبعا المغنيسيوم سلفيت عادة 50 ملغرام بر كيلو بر دوز. بالخطأ الممرضة أعطت الولد هذا 5 times دوز اوف مغنيسيوم سلفيت. تعرفون المغنيسيوم سلفيت هذا يسبب هايبوتنشن وريسبيريتوري ديبريشن. المريض هذا وش صار له؟ دي ساتين وهايبوتنسف. طيب بيشنت جيت سيك يو اسك تو تيل ذا بيرنت اباوت وات هابن تو ذا فاميلي هو وير انكشس اند ذا سينيور كولد ذا بي اي سي يو تيم. ذيس بيشنت دي ساتين هايبوتنسف. You call the ICU for stabilizing the child for potential intubation. عطيتها في management الآن في medical condition الآن. And it's your duty now to discuss with the mother or the parent what happened to the child. وش بتقولوا لها يا جماعة؟
mother is anxious. الولد جاي عنده كحة ويطول العمر ويزي تشيست والساتوريشن حقه 90، الآن الساتوريشن حقه 80 ولا 75. البلاد بريشر از دروبنج دسكي ان ايبل تو بريث. الانتنسيفس جاي انتوبيت جيف هيم فلويد 20 ملي بير كيلو بير داي 20 ملي بير كيلو ستات ولا وات ايفر اوفر هاف ان اور ولا وان اور. خلاص اذا ماذر از جيتنج ابسيت شي از فايتنج ناو. طيب اذا يو نيد تو سيت وذ ذا فاميلي. اوكي طيب as much as you can you need to absorb the anger of the mother. Tell her honestly, okay, what happened. The child was given extra dose of magnesium sulfate and for this his saturation and blood pressure is go down. But in the same time, we are consulting the ICU. The ICU is coming. We are treating. We are expecting shortly it will be resolved. Okay. And hopefully your child will recover in the next few hours. Okay. Just also the same. You need to have good eye contact. نفس الحكاية if she's yes it is who's the system who's mistake ما تقول النيرس it is system error. I need to investigate. You're right, you have the right to complain and tell her what to do. Okay, في certain pathway how to write the complaint. Okay, and such will be investigated, root analysis. We should know where is our the mistake to improve the services for next people. Okay, فلذا this is what to do. Okay, نرجع نقول خلاص اتفقنا انه you need try to absorb the concern of the mother, tell the fact, admit the mistake, apologize to the family, stress on the people they are managing the child. Give pros and cons for the magnesium sulfate. Support her for any complaint. Show her the procedure. It is system failure. We'll investigate. We will come back to you. واضح يا جماعة؟ Is it clear? فقس على هذا كثير. طيب ممكن communication is dynamic process. بالله أعتقد أنه when you are breaking bad news, giving information, handling emotion, dealing with ethics, explaining, discussing, professional. طيب باقي فيه maybe I will give you please, you need all the time. You need all the time to have a good tone, a good language, good confidence. Eye to eye communication need to be encouraged. Read the body language. Anticipate. Show. What? Be honest, clear, concise. Uh,
These are the main point that I would like to stress for you: self-confidence, enthusiastic, eye contact, interested, understand people. طبعاً any مثلاً bad news will go anxious, angry, uncooperative, defensive, cooperative. Okay, so you need to absorb the family. So initially, for example, the break bad news, they might doesn't know what is the mean Down syndrome. Then they hear about Down syndrome and they will forget every mistake. Sometime you need to repeat the message in order to understand. That's why we are saying repeat assessment of level of understanding. طيب eye contact is very important. Facial expression. And sometimes this is really important for the candidate when he's talking to the family. He's using medical terminology. His tone is not good. His language is not good. I didn't talk to even open question. Clear questions, even there is a certain type of question. Anyway, due to the time, I will stop in here, okay? But if you have any more questions, let me know how to help you, okay? أشكركم جميعاً، أشكر الكلية اللي أعطاها الفرصة أن يتعرف عليكم. ووريناكم الصورة لعبد الله الشمراني اليوم، اوكي؟ قبل كذا كنت أتكلم من بعيد. أسأل الله العلي العظيم لكم التوفيق والسداد، وتجب أن تعرفون هذه كلها أمور دنيوية، والأهم من هذا كله الامتحان الأخروي، أوكي؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يعلي شأنكم ويرفع قدركم، والشكر الموصول للدكتور عمر وللدكتورة ولا لإعطاء الفرصة لكم، وإن شاء الله نرسلكم أحد الأبناء عندي بدل ما أرسلهم من كلية الرياض. زين 90,000 ريال ارسلهم عندكم يا جماعة طبيب، و70,000 ريال. وفي نفس الوقت حقيقة أخرى، أنا والله مبسوط من المستوى الإجابات اللي لاحظت، ليست مجاملة والله. زين، فحتى ممكن الدكتورة لما أتشرف بمواجهتها قبل كذا، ولكن أنا أعجبت بمستوى التداخل في قسم ومشاركات قسم الأطفال، وأتمنى أنكم تكونوا كذا في الجراحة وفي الميديسن وما إلى ذلك. حاولت قدر المستطاع أني أعطيكم أسئلة related to the exam to cover general pediatric in whole different branches, hematology, nephrology, pulmonary. ممكن حتى البلمونري كانت من الأقل. Anyway، اعذروني على أي تقصير، و أسعد بتواصلكم. هذا الدكتور الشمراني، دكتور الشمراني 99@gmail.com 0567333555. يحتاجون أي شيء، I will try my best to answer you. موفقين خير، وشكرا يا دكتور عمر. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور، الله يعطيكم العافية، ما قصرت. مع السلامة، أشوفكم على خير، باي باي. شكرا، مع السلامة، شكرا دكتور، مع السلامة. أوكي، الله يعطيكم العافية شباب يا بنات، ونلتقي غدا إن شاء الله، شكرا جزيلا للجميع.